السلام عليكم باشمهندسين سنة رابعة مشروع التخرج مع دكتورة إنجي فوزي. معاكم المهندس أحمد صلاح. أنا كنت عايز أعرض عليكم أكتر من مشروع تخرج أو أكتر من مشروع بنفس الداتا بتاعة مشروعكم، يكون شبهه وكمان نقدر نستفيد منه، من عناصره، من طريقة حله للمشروع، من طريقة وضع الكتل، من طريقة حله للبلانات واستخدامه للعناصر المختلفة في الواجهات وفي البلانات بشكل عام. هنتكلم النهاردة عن المشروع ده. المشروع ده هو عبارة عن كذا كتلة، هو هب في كذا عنصر مع بعض في نفس الوقت، وحله بكذا كتلة زي ما احنا شايفين، حله على بشكل مركزي هنا، وهو اسم اللي هو على السبارك بلازا هنا في النص، ومتفرع بشكل مركزي من النص على 5 كتل زي ما احنا شايفين. طبعا هو جزء، في جزء متحفي، حاجة فيها متحف أو فيها معرض هنا، وحديقة، حديقة مفتوحة ومعرض مفتوح. في هنا الجرين انرجي بارك، في الاوفيسز اللي هو المكاتب، وده اللي هيكون عبارة عن تاور في مكاتب، وهنا في برضو كتلة تانية، وهنا كمان في كتلة تانية هنشوفها مع بعض لما نشوف البلانات. مبدئيا هنا لما نيجي نشوف البلانات، هنا بلان الدور الأرضي، تعال نشوف مع بعض هنا العناصر اللي موجودة في كل كتلة لوحدها. أول حاجة هنا الجزء الأولاني اللي هو رقم 1 هنا، هو عبارة عن مطعم. عبارة عن مطعم، لما نيجي نعمل نقرب منه هنشوف هنا ان هو عبارة عن هنا جزء صالة الطعام، وطبعا هنا الخدمات والتخديم اللي بيخدم على جزء المطعم ده، طبعا المطبخ، الحمامات، خدمات هنا، طبعا في مطبخ اذا كان مطبخ تحت في الدور البدروم مثلا وبيخدم عليه، فبيكون هنا في جزء تخديم تاني. وطبعا زي ما احنا شايفين هنا، ده المفروض الجزء المتكرر اللي هيطلع فوق في الأدوار المتكررة، هيكون عبارة عن مكاتب إدارية، وبالتالي كان عمل مدخل من هنا. طبعا كله هنا بيدخل للمباني من البلازا اللي في النص دي، اللي هي منها بدخل لكل المباني، لأن المشروع كله مركزي، مركزي إشعاعي زي ما احنا شايفين. وبالتالي هنا عمل المدخل بتاع الجزء اللي هو الإداري من هنا، بحيث ان هو يدخل على المكاتب الإدارية والزونز الإدارية، الشركات وغيره، من هنا ويطلع فوق للأدوار المتكررة. كمان رقم 2 هنا عملها للميتنج، عملها كأماكن للميتنج، غرف اجتماعات وصالات اجتماعات وقاعات، قاعات كبيرة وقاعات صغيرة، ممكن يحصل فيها مؤتمرات، يحصل فيها ندوات بأي شكل احنا نقدر نقوله. بعد كده رقم 3 دي بقى اللي هي عبارة عن اللي هي الجرين انرجي بارك. الجرين انرجي بارك دي بقى حاجة نقدر نقول عليها انها شوية يعني داخلة في الحاجة العلمية، زي الريسيرش كده، زي الحاجات دي. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين عامل قاعات كبيرة، عامل زونات ممكن يتم فيها معامل، يعني تعمل فيها اشكال مختلفة من الحاجات البحثية. ولما جينا هنا بقى في كتلة رقم 4، قال ان دي open air museum، يعني متحف مفتوح، متحف مفتوح لكل الاشكال، الطاقة الخضراء
اللي ممكن تستخدم لعمل طاقة مختلفة. وطبعا هنا بعد كده عمل هنا الويلفير فاسيليتيز، وهنا في الآخر عمل بقى القاعة الكبرى، قاعة المؤتمرات أو قاعة كبيرة هنا، حط فيها يعني كل الخدمات القاعة، سواء كان يعني لو هيتعمل فيها مسرح، هيتعمل فيها حاجات مؤتمرات وكده، هتتعمل هنا في القاعة دي. نشوف بعد كده البلانات التانية، هنلاقي برضو البلانات أجزاء بتختفي هنا لأنها دور واحد اللي هو الدور الأرضي، وبعد كده خلاص بتتقفل ودي الأدوار اللي المفروض هتتكرر معانا في الأجزاء اللي فوق. وزي ما احنا شايفين برضو هنا القاعة فضلت زي ما هي، لكن هي طبعا بارتفاع دورين، وهنا جزء الميتينج فضل موجود زي ما هو، بس بقى هنا في أماكن لاستراحات للناس اللي هي بتدخل للقاعات. كمان رقم 3 هنا برضو فضل السنتر زي ما هو، هنا الانرجي سنتر، وفضل زي ما هنا القاعات، وده انتهى كدور ارضي. وهنا بعد كده وصلنا بقى للدور اللي هيتكرر معانا في التاور زي ما هنشوفه، اللي هو المساحات اللي هي هتبقى ادارية للشركات. وده المفروض كده البلان بتاع الشركة، وادي الكور، كور الحركة المفروض بيستخدم علشان طبعا كوسيلة للاتصال الرأسي، في السلالم، أسانسيرات، هنا برضو سلالم، حاجات حمامات هنا، وهنا في حمامات، في حاجات للخدمات، في هنا السيرفيس اهو، ده دي غرفة الخدمة، ممكن يبقى في غرفة خدمة من الناحية التانية برضو. ودي هنا المسطحات بقى، المساحات بتاعت الجزء اجزاء الاداريه، طبعا هي بتبقى اوبن اريا، يعني بتتفرش باي شكل احنا عايزينه للحاجات اللي هي للشركات. وطبعا ممكن يتعمل فيها اكتر من شركه، ممكن يبقى في شركه اتنين، ممكن تاخد المساحه كلها شركه واحده. وده شكل الكتله اللي هي الجزء الاداري، الجزء الاداري طبعا زي ما احنا شايفين هو استغل المساحات الخضراء اللي موجوده اصلا في المنطقه اللي حواليه. وكمان فكرته في المشروع ان هو عايز يعمل جرين اركتكتشر، فبالتالي استخدم هنا العناصر الجرين وحطها على الاسقف، وعمل كمان ميول في الاسقف علشان تبان انها كانها خارجه من الارض اللي هي الجرين اصلا، وكان المبنى خرج من تحت الارض بالارتفاعات اللي احنا شايفينها دي. زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، شايفين زي ما شايفين قدامنا البلازا اللي موجوده في النص، وخرج منها المشروع كله، سواء الكتله الاداريه الكبيره او الجزء المتحف او جزء القاعات او القاعه الكبيره اللي هنا. فبالتالي خرج بيخرج اي كل المشروع بيصب في النهايه في البلازا اللي في النص دي، وبعد كده بندخل للكتل منها. ده هنا شايفين طبعا الجزء اللي هو الاوبن اريا ميوزيوم، المتحف المفتوح. هنا بنشوف هنا الجزء اللي هو معمول للقاعات، وفي أجزاء منه مفتوحة للخارج عشان بنربط الكتلة بالجزء اللي هو بالأوبن أريا. وطبعا زي ما احنا شايفين ان الكتلة كلها كأنها خارجة من الأرض، فهو عامل الأسقف المايلة اللي هي باينة ان هي مرفوعة من الأرض، وكأن الجرين طالع من الأرض فوق الكتلة بالشكل ده، وعامل ممرات الحركة حتى المشاة ممكن يستخدموا الأسقف دي ويطلعوا فوقيها ويوصلوا للأدوار العليا من خلال المنحدرات اللي هي من الأرض هنا لحد الأدوار العليا. وهنا طبعا بيبين بقى الزونينج بتاع كل كتلة لوحدها، والأماكن المشاة، الناس اللي بتمشي هنا ماشيين ازاي في انهي اتجاهات، وهنا الأجزاء بقى الأوفيسز والقاعات والجرين هاوس والرين فورم، كل الأجزاء بتاعة المشروع كلها. دي بقى الفكرة اللي هو بيعتمد عليها، ان هو بيوصل المية بالاشكال اللي احنا شايفينها دي.